عن ضمن قاعة مركزية لأحد الأبنية. هذه القاعة المركزية تضم هذه اللوحة مشهدين رئيسيين. المشهد الرئيسي الذي الأساسي هو ما يمثل بعرف اسم حرب الأمازونات المذكورة في الإلياذة من قبل هوميروس، طبعا هناك عدة روايات لها. والمشهد الثاني هو تمثيل الإله بوزيدون. هذه اللوحة كانت قد عرضة على مواقع التواصل الاجتماعي، كانت هناك مجموعات قد دخلت المنطقة ووصلت إلى هذه اللوحة. وكما تشاهدون الأنفاق لا زال موجودة، هذه الأنفاق هي كانت موجودة عندما وصلنا إلى الموقع.